الأثر انتهى. يبقى راحوا على وين؟ الناس دول بيفكروا في كل شيء. عرفوا إن أثر قدامهم ممكن توصلنا ليهم فضللونا. عمي نمر، أحلفك بالله نعود. خايف يا ولدي؟ خايف من أهل بيتك. أنت مالك ومال أهل بيتي؟ أهل بيتك زمانهم قلبين الدنيا عليك. يلا بينا. الناس دي لا هبلة ولا عبيطة، الناس دي بتفكر كويس قوي. دول يهود يا جلال، عارف يعني ايه يهود؟ عارف يا فندم، بس انت ما نمتش من امبارح. انام ازاي انا ما عنديش اي معلومة عن العيال دي؟ اسمع يا جلال، عايز تنام انت نام. طب نستريح شوية ولما تيجي الرسالة يبقوا يصحونا. استريح ازاي؟ يا ابني وصلني بالإدارة في مصر بسرعة. اقعد يا جلال اقعد. بص يا جلال، الموقع بتاعنا هنا بالظبط، لازم نوصل له بأي طريقة وبأي تمن، أنت عارف؟ بس إن أليس جيت فاس من تونس. Gehst du deine Rolle genau? Ja. Ja. Die Verfolgung, die Überwachung, wer macht mit der Kamera und wer macht mit dem Video? Er wird die Kamera betätigen. Und wie du gesagt hast, wir gehen mit dem ersten Wagen ja. Und dann geht ihr mit dem zweiten Wagen. Wir gehen mit dem zweiten Wagen und wenn er hat andere Richtung, wir gehen, ich komme zurück vorher. Ja. Aber das muss alles mit Abstand sein. Also die dürfen nichts davon merken. Das ist so wichtig. Das sollte ich nicht näher kommen. Nein, hören, das, was sie sagen. Nee, das machst du nicht. Okay. Und ich warte hier. Alles klar. Alles klar. وأنا شخصيا متأكد من ده، ومعرفتها بديفيد ومروحها المدرسة والمعلومات اللي بتجيبها، كل ده بدافع الحب ليك مش بدافع خيانة إسرائيل. يعني إيه؟ يعني زي ما قلت لك، بتحبك وفي نفس الوقت اكتشفت زيف الأسطورة اللي كانوا قاعدين اليهود بيها، إسرائيل الجنة والعدل والوطن الأم، الشعارات اللي كانوا رافعينها قبل اكتشاف الحقيقة. عشان كده بقى عايز اتهاجر من اسرائيل. صدقني لو فتحوا باب الهجره هناك تلتين الشعب الاسرائيلي هيرجع لبلاده الاصليه، لانهم ارتكبوا خطا فادح لما حبوا يحولوها لدوله دينيه. الحاجه الوحيده اللي نفسي افهمها، ازاي القوى العالميه المفروض انها بتحارب العنصريه وهي دلوقتي اللي بتشجع العنصريه؟ سبحان الله. وفي الاخر تقول لك لا فرق بين إنسان وآخر. يا سيدي ما تتعبش نفسك بالأسئلة، أنا عاوزك بقى تفتح لي مخك وتركز في اللي هيحصل بالظبط هناك. مفهوم؟ مفهوم. شيخ سعدون، يا شيخ سعدون، شيخ سعدون. الشيخ سعدون أنا شفته في بيت أخو نمر. طيب نخ. نتيجة هايلة، المهم دلوقتي إنك تفضل تستمر في مراقبة البنت دي. الخطة ماشية في طريقها الصحيح 100%. يلا بينا عشان تأخرنا. يعني ايه؟ نمر ما عاد من البارحة. طب يلا يلا اتفضل معايا. واخوي يا شيخ سعدون، مش مهم الشيخ نمر دلوقتي، المهم بقية المشايخ وزي ما اتفقنا، انت فاهم؟ يلا يلا قدام. ايه
صباح الخير يا فندم. صباح النور. هاي التليفونات يا فندم. تليفون حضرتك عطلان. تليفون انا؟ ايوه يا فندم. طيب ثانية واحدة. تفضل. غريبة أوي. تجوني قبل ما أبلغ؟ سيادة الوزير أبر من أي عطل في تليفونك بسرعة. والله ده شيء هايل جدا. طيب تحب تشرب شاي؟ يا ريت يا فندم. Gentlemen, I am speaking to you now from exactly the heart of Sinai, from an area called El Hasana. Right in front of me are the sheikhs of the tribe of Sinai. It was their request that they meet with representatives of the United Nations and international organizations and with people of the press. The reason: they have something to ask of you. They want to internationalize Sinai. That's to say, to turn Sinai into an international region under the control of the United Nations. Thank you. أيها السادة، نحن نتحدث إليكم الآن من قلب سيناء، من منطقة تدعى الحسنة، بناء على طلب شيوخ القبائل الذين طلبوا منا أن يتقابلوا مع الصحفيين والمنظمات العالمية، لأنهم يريدون أن تكون سيناء دولية وأن تكون أيضا خاضعة للأمم المتحدة. والآن إلى كلمة رئيس الموساد السيد أوري مائير، فليتفضل. أعرف توف لك بالخيم أدونيم نخبديم، مساكم الله بالخير جميعا. أيها السادة الحاضرون، احنا النهارده مجتمعين بناء على طلب معظم مشايخ قبائل سيناء. اسرائيل دولة ديمقراطية، ويهمها في المقام الاول ان يتم اي اقتراح بالتصويت والانتخاب. طبعا احنا كلنا عارفين ان كل مشايخ سيناء يهمهم ان تكون سيناء منطقة دولية لها سيادة خاصة، وان تحكم نفسها باهلها، وأن يكون رئيسها مرشح منكم. تفضل يا شيخ نمر. وممكن أن تنضم سيناء وقبائلها مستقبلا في حكم فيدرالي كما يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الاتحاد السوفيتي، وطبعا ده يجري بانتخاب وبحرية منكم. والآن أدعوكم لتعلنوا أمام الصحفيين والعالم قراراتكم التي اتخذتموها في هذا الشأن. تفضل يا شيخ سالم. وعدنا الشيخ نمر يتكلم عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم بنحضر اهم اجتماع، اهم مؤتمر هيحدد مصير أبناء سيناء، أطفال ونسوة وشيوخ،
ونيابة عن أهل سيناء بشكر المسؤولين في إسرائيل على أفكارهم الجميلة ومشاريعهم اللي بيقوموا بيها هنا لمصلحة أبناء سيناء وأبناء إسرائيل. خبرية يا شيخ نمر، جايبنا من دورنا عشان توقف هنا وتقول قصيدة شعر تمدح فيها إسرائيل يا راجل. الصبر الصبر يا شيخ سعدون، اقعد. ايه الصبر اللي انت بتطلبه مني ده؟ وبشكر القادة في إسرائيل اللي حاولوا انهم يقنعونا اننا ننتخب رئيس لسيناء ويبقى لنا مقعد في الأمم المتحدة. كمل كمل يا شيخ نمر، يبقى لسينا رئيس ولينا كرسي في الأمم المتحدة. بس ما قلتش مين رئيسنا، ها؟ قول انه رئيس الموساد الإسرائيلي أوري مائير. قول يا شيخ نمر قول. هذا ما اتفقنا عليه يا شيخ سعدون. بتأسف وبنتهز الفرصة علشان أقول لكم إننا مصريين. تبيش دكتور خاين سبق بخيل جزيم مش دور خاين تنوس حسنا بسماعي أخدشوت بعد كتش عدقات كاي حقيم شريم الرجيم قطعوا الإنسان الخوانة. معناه إيه الكلام ده؟ كل ده كانوا بيضحكوا علينا؟ هنفضل طول عمرنا مصريين ولينا رئيس مصري، وعمر ما كان طموحنا إننا نبقى دوليين، وبرجوكم تعلنوا هذا للرأي العام كله. يسلم ثمك يا نمر. ايوه ايش قولك يا شيخ عمران يا شيخ سالم؟ هذا الكلام حقك علي يا اخوي، حقك علي. اوعى يدك عنه، شيل يدك عنه. روح يا عمران يا شيخ سالم يا ولد. استنى صوت العرب بسرعة. إن ما حدث اليوم في ذلك المؤتمر الأكذوبة، مؤتمر الحسنة، والذي عقدته إسرائيل بحضور ممثلين عن وكالات الأنباء العالمية، وحاولت من خلاله أن تبيع الوهم لبدو سيناء حتى تستطيع السيطرة على نخوة ومصرية أبنائها البواسل، قد انقلب إلى خنجر في قلب أطمعهم وأوهامهم. فلقد رفض أبناء سيناء الحبيبة وعلى مشهد من العالم أجمع هذا التحايل القانوني وذلك الوهم الذي أراد العدو الإسرائيلي أن يبيعه لهم، وأدركوا بفطرتهم أن أمر التدويل سوف يضر بهم، ومن ثم هتفوا باسم مصر ليؤكدوا وطنيته ومصريته. صوت العرب من القاهرة. الحمد لله بس طلعوا رجالة. وما انت كنت فاكر انه ممكن يسلموا ولا ايه؟ صعب انك تلاقي مصري خايف. بس اللي حصل ده فضيحة على الملأ. بقول يا جماعة، احنا المفروض دلوقتي نروح لعزة بيه راجل. يا عبد الله، عزة بيه لو كان محتاجنا كان اكيد اتصل بينا، واحنا هننتظر لما يتصل بينا. لازم احنا نروح ونعرض عليه خدماتنا، خصوصا واحنا حافظين سينا شبر شبر. اتقطع الارسال في تل ابيب، لكن كل وسائل الاتصال العالميه نقلت الحدث واعتبروها فضيحه لاسرائيل. مش بعيد يا فندم، الكنيست تحاول اسقاط الحكومه. احنا مستنيين التقارير اللي هتقول الكلام ده. برافو عليك يا عز. انا متشكر جدا يا فندم. في الحقيقه الفضل في اللي حصل ده يرجع ل 315، هو اللي اقنع السلطات الاسرائيليه بان اهل سيناء موافقين على التدويل، واقنع البدو كمان بالتمثيليه دي علشان تبقى فضيحه بكل المقاييس. المهم دلوقتي انك تخليه واقف الاتصال تماما، لان العين اصبحت عليه. في الوقت نفسه تبعت رسائل لوادي فران بشكل مستمر، رسائل مضلله عشان يبعدوا الشبهه عنه. اطمن يا فندم، انا والرجاله عاملين حساب كل شيء. ايه يا نمر؟ ما انتش ناوي تقول مين اللي قالك تعمل كده؟ قلت لك ألف مرة ما في حدا وزني. والكلام اللي قلته قدام الناس يا نمر ما قلتوش من الأول ليه؟ ها؟ كنت خايف على أولادنا اللي عندكم في المدرسة. إيه؟
دلوقتي ما انتش خايف عليهم يا نمر؟ كنت فين ليلة مؤتمر الحسنة يا نمر؟ انت اتكلم يا نمر. قابلت مين؟ قال لك ايه؟ نمر اوعى اوعى تفتكر ان احنا مش عارفين يا نمر. لا احنا عارفين كل حاجة. ولعلمك مفيش حبة رمل في سينا بتتحرك الا ما ببقى عارف هي رايحة فين وجاية منين. ارجوك ارجوك يا نمر تساعدني. انت راجل كبير مش هتستحمل اللي هيجرالك يا نمر. ساعدني ساعدني وانا احلف لك بشرف ان انا هساعدك. لو جيت اني اساعدك كنت ساعدتك يا ابو جميل. بايدك يا نمر بس واضح ان انت مش عايز. ذنبك على جنب. تام وصلتوا لايه؟ ما رضاش يتكلم. رشلاني كمعتمد خايب طول عمرك خايب. ممكن تسيبوني معاه شويه؟ ايه ده؟ قائد جديد للمنطقه ولا ايه؟ ايزاك تعال معايا انت وليه؟ خد نفسك يا فندم. سيجارة؟ مش عايزك تقول حاجة. انت لو اتكلمت هيتعبوك. انا عارفهم كويس. ما تصغرش اني بقول لك الكلام ده. انا اساسا مصري. مصري؟ ايوه امي مصرية من بورسعيد. انا جيت هنا غصب عني. تعرف انا سعيد جدا باللي انت عملته. برافو عليك. انت احرجتهم قدام العالم كله. شوف بقى اوعى تتكلم مهما عملوا فيك. وعلى فكرة هما ما يقدروش يعملوا فيك حاجة. أنا عن نفسي هسرب الخبر للصحف العالمية. وساعتها كل دول العالم هتطلب الإفراج عنك. اوعى يضغطوا عليك وتعترف باسم الراجل اللي قالك تعمل التمثيلية دي. اطمن ما هقول اسمه. لأن ما حدا قال لي. ايوه انا عايزك تثبت على الكلام ده وما تخافش. بالنسبه لطهرة محدش يقدر يأذيها. طهرة؟ ايه؟ ما فكرتش انهم ممكن يأذوها؟ وبدك توصل لايه يا خالد؟ سواء ده انا قلت لك انا مصري زي وقد ايه فرحت باللي انت عملته. انا سويت اللي يرضي ضميري. برافو عليك. ايوه انا عايزك تفضل على الكلام ده. هي دي الحقيقه. ايوه بس لازم تعمل حسابك انهم هيسألوك عن المكان اللي انت بيتت فيه قبل المؤتمر. سألوني. قلت ايه؟ ما قلتش. طب احنا لازم وبسرعة نتفق على كلام تقوله لهم. انت كنت فين ساعتها؟ كنت بدور على ولادنا. ولادكم؟ اسمع يا خالد انا هقول لك الحقيقة. قول. شايف الذكاء؟ لما راح ابو جميل عشان يقابل اخوه سعدون ويفاتحوا مسألة
طويل. قال لي بعبد ابن اخوي وقال لي ان اولادنا مش في المدرسه. سعدون كان رفض مساله التدويل. اتصليت عليه وقلت له لازم تكبر كل طلبات ابو جميل لان اولادنا في ايديهم ومش بعيد يكونوا في السجن. بعد كده طلعت ادور على الولاد ما لقيت لهم اثر. في ليله الحفله اخذت سياره من سيارات شبل وفضلت ادور على الولاد لكن ما في فايده. رجعت على الديار قالوا لي ابو جميل جه واخذ سعدون وراحوا الحسنه. الراجل ده مش سهل. أنا قلت كده من الأول، محدش صدقني. كفيك يا طاهرة، أبوي راح زي ما فوز راح. لا تكرري هذا الكلام يا طاهرة، بوكي حيعود إن شاء الله وفواز كمان حيعود، وبعدين بوكي ما هو صغير على هذا الكلام. ده قاضم زينة. قاضم زينة تورط. تورط؟ إيش تقصدي؟ ورطوا الناس للجبان. شبلياكي. شبل هو راس الحي، أما الذيل فهو معبد. الذيل الحية هو اللي تلف حوالين رقبة أبوي. ابعدي عنك الوسواس يا طاهرة، بوكي ما هو صغير على هذا الكلام. بوكي قلب أبيض صافي زي الحليب. يا طاهرة. طاهرة عمتك جد. انت هنيه يا سعدي؟ كيفك يا خالة؟ بخير. قولي لي يا عم ايش هيسوي عمي البوي؟ أبوك سعدون وده يقوطر الليلة على القرارشة عشان يجتمع بالشيخ عمران. يا حبيبي يا أبوي لا تصيح يا بنتي، أبوك بطل كل العرب يتحدثوا عن فعايله. يلا اسرع اسرع. يلا يلا يلا. انتبه هنا معسكر، يعني في رجولة. ده غير المدرسة اللي كنا فيها. نحن نتعلم النظام لان الوضع خلاص اتغير. فاهمين؟ الوضع هنا اتغير. ايش تقصد بكلامك؟ ما تقاطعنيش وانا بتكلم. مفهوم ولا لا؟ مفهوم؟ مفهوم. احنا هنا عشان بنعمل منكم رجاله. رجاله تتحمل مسؤوليه لان دي مرحله جديده. نعمل منكم رجاله. واي واي واي، واحنا مش رجاله ولا ايه؟ قلت اما اتكلم محدش يقاطعني. فاهمين ولا لا؟ دلوقتي هنتحرك عشان ناخد اللبس بنظام. لليمين دور، لليمين دور. معتدا مارش اتحرك.
بص قدامك، المعسكر هنا غير المدرسة، هنا مفيش تهريج، في انضباط، أنا هعلمكوا الأدب، صحيان بدري، الدقن تبقى محلوة، مظبوط؟ تمام. عايز أتعامل مع رجالة. إيش بيك يا رجال؟ ما بحبش الحريم. نصحى في مواعيدنا، نظافة، انضباط، كلامي واضح؟ واضح. نتان سلموا من اللبس. اتحرك. أسرع. المنظر ده انا عاوزه يوصل الليله دي. ايوه يا فندم، بس حضرتك عارف ان النهارده 14 في الشهر الهجري، يعني القمر كامل. ولا حد يا دعمة تقطر، عايز ارمي الابره في العنبر اسمع صوتها بترمي. اي تهريج مش هتسهل. هاي هاي يا شيخ، تقف مقعد، تقف مقعد. اي حد فيكم شايف نفسه ما عنديش غير طلقة رصاص واحدة، فاهمين؟ هو مش عايز تهريج، تمام؟ اي حد هيغلط ما عنديش غير الرصاص. اشتغلوا كويس انتوا في عسكرية، انا هعلمك تضم رجليك ازاي وهنزل لك ده. العسكرية التزام، نظام،
نوم في مواعيد، صحيان في مواعيد، مش عايز اي تسير. اما نقول نوم كله ينام، مفهوم؟ اتخضيت مش كده؟ طبعا، حد يشوف الجمال ده وما يتخضش؟ بس رجعت بسرعة، فين السمك؟ أصل أنا نسيت آخد فلوس. بس يلا يلا بسرعة عشان أنا جعانة، يلا. حاضر يا عمري. يلا 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 بسرعة.